الجامعه زي ما بقول الحقيقه انا سعيد بما رايته في هذه الجامعه، مجهود متميز. طبعا الجامعه عمرها لسه صغير، انما البدايه بتقول ان شاء الله احنا هنرى من هذه الجامعه اشياء متميزه جدا يعني، وخريجين على مستوى عالي. والحقيقه انا بدعو الزملاء في الجامعات العربيه والجامعات حتى الاجنبيه ان هم يجوا يشوفوا هذا المثل اللي موجود هنا النهارده. بالنسبه للعتبه، الحقيقه انا شخصيا اقدر جدا واقدر بكل فخر واعتزاز ما تقوم به العتبة، لأن واضح أنها بتقوم بهذا الأمر خدمة لأمتها وخدمة لدولة العراق. وبالتالي الحقيقة بتقوم به بأمانة وبإخلاص وبرؤية متميزة. فتحياتي الحقيقة وشكري وتقديري لهذا الجهد الكبير اللي بيتم بخلال العتبة العباسية. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.